السلام عليكم، وعليك السلام والإكرام كيف ابو ليس؟ حبيبي على راسي، يا كيفك حبيب انت؟ القلب تحياتي لك، شو اخباركم؟ والله نحمد الله على كل حال، الله نشكر يحفظك الله يبارك لي فيك يا حبيبنا الغالي. عندك يا خمس حبيبي. دقائق هي مكالمة متابعة. تفضل حبيبي. ربي يبارك لي فيك، شو الاخبار؟ شلون العمل معكم؟ والله نحمد الله على كل حال، بدأنا حاليا بإذن الله محاضرات الزوم مع الفريق، تعرف انت نعم فريق الأياضي البيضاء، نعم حجزنا من الزوم ولله الحمد وبدأنا حاليا المحاضرة الجمعة ويوم أحد ما شاء الله، حلو والله. بإذن شفت الله. انت حتى عملت له رفع على اليوتيوب، شفته تابعته، ما صحيح شاء الله صحيح، حولك، همة مباركة والله. وربي يكرمكم شلون لقيت التفاعل على الزوم؟ يعني انت عملت اشتراك زوم، هلا عم تعمل لقاءات مع فريقك على الزوم. صحيح صحيح، أنا والأستاذ علي أبو أحمد ما شاء الله حولك، علي نصوح. رائع والله، انتوا اثنين ما شاء الله اصحاب همة. وشلون لقيت التفاعل؟ والله سبحان الله في تفاعل كبير لله الحمد، يعني الفريق الحمد لله عم يتفاعل معنا وهو عم يجوا يحضروا المحاضرات، وايضا فرقهم عم تيجي تحضر المحاضرات، وبنفس الوقت عم نعمل فقرات حاليا تعريفيه للشركه، حتى مثلا فرقنا يكون عندها اشخاص مستقطبين مثلا يجيبوهم على المحاضرات ونحن بنشرح الفكره بشكل كامل حتى يقتنع المستقطب الجديد، يعني بتعرف انت الاعضاء الجدد بيكون عندهم قله بالمعلومات، صح؟ فلذلك نحن عم نشرح لهي الاشخاص وبيرجعوا بيسجلوا تحت ارقام عضويات اللي جابهم. يعني حلو رائع. يعني بس انا اوضح الخطه، انت اخي ابو ليس انك عم تعمل زوم وبتقول لفريقك جيبوا من طرفكم اشخاص يحضروا هذا التعريف، وبس حضروا نحن بنشرح لهم، انه نحن عندنا خبرات وانتم سجلوهم معكم 100% 100% بالمئة. رائع، وهي الخطه حقيقه بتعرف يعني انا بزماني اشتغلت عليها كثير وما شاء الله عملت نمو كبير، لانه فعلا نحن بيدخل معنا شخص بده يشتغل بس هو غير قادر يوصل الافكار مثلنا، فوالله بحييك بحييك صحيح. عليها صحيح. والله طيب حلو. نقطة تانية أبو ليس، شو أخبار الجروبات عندك؟ شلون التفاعل على الجروبات الواتساب؟ والله الحمد لله، يعني هلا جروبنا نحن جماعي صاير إلي وللأستاذ علي أبو أحمد، طبعا فريقي والأستاذ علي أبو أحمد، في تفاعل جدا الحمد لله، طبعا وزعنا المهام على الجميع، يعني على جميع الأعضاء، عرفت علي كيف؟ مثلا أوقات النشر، مثلا مين اللي بينشر، مثلا روابط المحاضرات، عرفت علي كيف؟ محاضراتك مثلا المحاضرات الأستاذ أحمد، ووزعنا المهام على الجميع والكل الحمد لله عم يقوم بمهامه. يعني طبعا توزيع المهام للأعضاء الجدد كمان جدا مهم، يعني بيخليه يتفاعل أكثر مع مع الجروب، وبيصير عنده نشاط اكبر بالجروبات ومع فرقه، بياخذ معلومات اكثر يعني عن طريقه العمل مع لقدام. يعني ما شاء الله حلو رائع. طب شو كمان عندكم اساليب استقطاب عم تستخدموها هلا غير موضوع انه مثلا الزوم؟ هل في مثلا عم تعملوا جروبات واتساب تعبوها تشرحوا عليها؟ هل في شيء مشابه مثلها؟ والله حاليا ما في، مثلا انا كيف مثلا عن طريق الفيسبوك اشخاص مثلا تواصل معي، يعني بدلهم، وعن طريق الاعلان الممول ايضا بعرف لهم عن الشركه وكذلك بضمهم، مثلا مقابلات شخصيه بالشوارع ميداني، يعني بنحكي لهم عن الشركه وبنسجلهم، منهم طبعا اللي بيقتنع، منهم اللي بيقول ما بدي الشركه، فهذا الشيء ما بيوقفنا الحمد لله. ما يعني شاء الله حولك. طب ابو ليس، معناته هون بدي يعني اوصيك هذه الوصيه، لانه النتائج كثير كبيره لما بيكون ان شاء الله تعالى في جروبات، خاصه لما تعملها بالشراكه مع فريقك. شوف اخي الغالي، شو اللي بتعمله ان شاء الله تعالى حتاخذ نتيجه وتدعي لي. عضو من اعضاء الفريق او الاعضاء بشكل عام اللي بتلاقيهم نشيطين، قل له اخي تعال رح اساوي لك جروب، تمام؟ انت ساوي له اياه واقفله، اقفل الجروب، خلي بس المشرف اللي بيرسل فيه، واعمل له صوره حلوه واعمل له اسم حلو، تمام؟ يعني مثلا العمل الذكي شيء بيشبه هذا الحكي، وقل له لهذا العضو النشط اللي هو حاب ياسس فريق، تمام؟ قل له اخي هذا الرابط تبع الجروب، بلش انشره يوم يومين، عبي لي الجروب لحتى انا فوت اشرح على الجروب، يعني انت، تمام؟ لانه انت ما شاء الله حولك الان مهاراتك صارت فل ما شاء الله يعني، وعارف كل الافكار بالدي اكس ان. طب حلو، شوف انت لسه بنتعلم منكم حبيبي. الله يحفظك، كلياتنا عم نتعلم يا سيدي. فهي النقطه، شوف قديش حتعمل فارق. هذا الشخص العضو الجديد هو يعني شايفه انت نشيط وبده يعمل انجاز،
لما بيعبي الجروب تجي انت بتشرح، وبتاخر الشرح بتقول سجلوا الان مع المشرف الثاني اللي بيحب يسجل، اللي هو مسؤول عن متابعتكم بالنسبه لهذا الموضوع. بيقوم هو شو بيصير؟ سبحان الله بيصير بيشكل فريق بناء على شو؟ على خبراتك، بس بناء على جهده هو، بما انه هو عم يعبي الجروب وهو حيسجل العالم، وانت تكون عاطيه خطه عمل انه بس سجلتهم يلا هاتهم جروباتنا هاتهم اجتماعاتنا وهكذا. وايضا اخي ابو ليس كمان بوصيك بانك تعمل كمان ايضا جروب لك، ولو انه كل كم يوم يكون في جروب تعبى وتشرح فيه. جروبات الواتساب كثير مهمه للاستقطاب الجماعي، يعني مثل شبكة الصيد بترميها بالبحر بتطالع أسماك كتير، شايف شلو؟ وحتى يعني شفت هذيك المرة بلقاء الاتصال بقائد ناجح أبو وليد حكى عن هذا الموضوع بشكل يعني مثير للاهتمام، إنه قال لك لحنا شغالين جروبات منعبي جروبات، قال لك وأنا إلى الآن وصل هلأ دي دي ما شاء الله حوله، قال لك رغم الفريق الكبير ومالي فاضي وكل شهر لابد إنه يكون إلي جروب، لابد انه يعمل جروب ويشرح عليه كل شهر، هذا لانه ما شاء الله وصل مراحل متقدمه، ولكن بالبدايات كان كل يوم يعمل جروبات. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. ان شاء الله والله هو في خطه لهذا الامر ان شاء الله باذن الله يعني. بس موضوع الواتساب انا والله صار عندي عائق يعني من الواتساب، عم يحضرني كل فتره يعني. حلو. عرفت علي؟ لحلك شو اللي صاير؟ هي مو بس انت تعرضت له، حتى انا تعرضت له هذاك الشهر مرتين. هو شو اللي صاير؟ الواتساب هلا واصل لمراحل متقدمه جدا من المشتركين، يعني مليارات. فهو فعليا صاير في عنده ناس بتفوت لتعمل مثلا خليني اقول انا تجمعات سياسيه او تجمعات فيها ارهاب او كذا، فهو من خوفه شو بيعمل؟ كل ما شاف تجمع بيقفل الواتساب، بس هو امتى بيرجع بيفتحه؟ هن عاملين هالحركه بس لما تراسلهم بيتاكدوا منك انك انت بيفوتوا على جروباتك، بيفوتوا على بيعملوا تنقيح، بيتاكدوا ما عندك مشكلات بيفتحوا لك، فلا تاكل همه. لما بيكون موضوع تجاري، بيكون موضوع تسويق او اي شيء، رح يرجعوا يفتحوا لك اياه من خلال الرساله واحده وحضرتك جربت يعني. صحيح صحيح. فلا تاكل هم، ما عندهم مشكله، بس هن انا بقول لك حتى قريت مقاله عن واتساب وسياساته الاخيره، خايفين موضوع تجمعات ارهابيه، موضوع تجمعات سياسيه، ونحن ما عندنا هذا الشيء، نحن نشاطنا تجاري يعني ما بيخوف انه ما يفتحوا. اكيد ان شاء الله خير. نعم. يا رب ان شاء الله نشتغل على هذا الامر باذن الله. ان شاء الله. ربي وان شاء الله نشوفكم باعلى المراتب يا رب. ربي يحفظك ويبارك فيك، مهتمين جدا بنجاحكم ابو ليس وانتم اهل لذلك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني يعني شركتنا وقاداتنا الموجوده ما شاء الله يعني عرفتونا على الشركه والله يعطيكم الف عافيه وتوبتوا في هذا الموضوع اكيد ان شاء الله هذا الشيء كلياته راح يرجع بالخير لنا قبل لكم يعني. الله يبارك فيك ان شاء الله تعالى جميعا نصعد الى النجاح يا رب لاعلى قمه من النجاح. هلا قديش ما شاء الله حاطط ببالك لحتى توصل الماسيه؟ كم حطيت خطه؟ والله هلا بدأنا نحط الخطة إن شاء الله يعني هلا يعني شغلنا صاير أكثر وجماعي يعني أنا والفريق. عرفت علي كيف؟ نعم. إن شاء الله يعني من خلال 6 أشهر 7 أشهر بإذن الله إن شاء الله منكم ماسيين بإذن ما شاء الله. الله خلص معناته هي أنا هلا أمام الكاميرا أخذته منك وعد. ان شاء الله ان شاء الله تيسير من الله طبعا ان شاء الله. يعني انت ابو ليس مباشر عليها، بس ترفعت حترفعني الرتبه معك، فاذا انت بتحبني وحابب تهديني الرتبه يلا اسرع. ان شاء الله. والله يا ابو عمران رتبي لي قبل ما تكون لك. اكيد اكيد طبعا. هو اولا واخيرا نجاحنا سبحان الله في دي اكس ان يعني نجاح جماعي صحيح. مين ما نجح راح ينجح معه شخص ثاني يعني أكيد. اللي بينجح مثلا ستار ايجنت بينجح، اللي دعا على شركة بيصير ماسي مثلا، اللي بيكون مثلا ماسي بيرجع بيرتفع رتبة ثانية، فالنجاح جماعي بإذن الله. اي والله بتعرف في مستمرين في هذا العمل. اي والله في احد الاشياء الاشخاص بالفريق مشان ما نذكر اسماء، هو شو قال لي؟ قلت له حطيت الهدف للماسية، عم قال لي حطيته والله وكيلك يا ابو عمران، من احد الاحلام اللي ضمن هذا الهدف هو اني انا صحيح بدي اترفع بس والله بدي اهديك هالرتبه لانه حتترفع معي رتبه. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله. الله يكرمكم يبارك فيكم يا رب. الله يحفظك. 2023 بنحتفل فيك سفير ملكي باذن الله. ان شاء الله جميعا سفراء باذن الله. ومع الهمه والاستمرار وعزيمتكم ان شاء الله وعزيمه الجميع والعمل الجماعي الله مبارك فيه، وانا مؤمن كل الايمان والله بالعمل الجماعي وحنصل جميعا ان شاء الله لرتب متقدمه جدا ونجاحات. ان شاء الله ان شاء الله اخي ابو عمران والله يبارك فيكم وبيعملكم يا رب. يخلي لي اياك. طيب يا غالي شكرا لهذا الوقت اللطيف وان شاء الله يا ربي موفقين ونراكم سفراء باذن الله. جزاكم الله خير. يخلي لي اياك. تحياتي لك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.